السلام عليكم جميعا، اسمي نورة، أخصائية تثقيف صحي، ورمضان كريم عليكم يا رب. حابة أشكر جمعية إشراق على أنه متاح الفصول أني أتكلم عن التثقيف الغذائي للأطفال، فرط الحركة وشتت الانتباه. طيب، قبل لا أبدأ في جلستنا اليوم، حابة أوضح نقطتين أو 3 نقاط. النقطة الأولى اللي هي مرة مهمة، أنه بشكل عام يفضل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب، والأهم من ذلك الاستمرار على الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص واتباع الخطة العلاجية من قبل أخصائي تعديل السلوك. هذه مرة مهمة نقطة، أنه تكونون معايا في جميع تكونوا في ذهونكم في جميع في جميع في الجلسة. هذه النقطة الأولى، معناته إنك كونك إنك اتبعت نظام غذائي صحي ومتوازن، ومعناته إن نوقف الأدوية أو نوقف الخطة العلاجية مع طبيب، لا، هذا بالاستمرار. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي ودي أقولها إنه نخلي الأسئلة آخر شيء، فلما أصير أخلص كل اللي عندي يصير ناخذ 10 أو 5 دقائق الأخيرة فيها يصير طرح الأسئلة. طيب، الشيء الثالث اللي ودي أوضحه اللي هي إيش راح نتكلم فيه عن اليوم. اليوم راح نتكلم، أو خلينا نقول اللي الجلسة أنا اليوم قسمتها لثلاثة أشياء. ببساطة، وش أفضل الأطعمة أو الأطعمة الغذائية لأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ هذه واحد. الشيء الثاني، الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها. 3 أمثلة عملية عليها. النقطة الأولى، راح أعلمكم كيف تتبعون غذاء أو تتبعون غذاء صحي متوازن أو تقدمون غذاء صحي متوازن للطفل أفتح عندكم. النقطة الثانية، إيش الأشياء اللي نبتعد عنها؟ النقطة الثالثة، التطبيقات العملية عليها. طيب، طبعا ما راح أدخل بأي موضوع عن الدايت أو أي دايت، يعني إذا المشاهدين أو أي أحد حاب إنه يكون عنده يكون انه يتبع دايت معين، هذا افضل انه يتابعها مع اخصائي تغذيه بحيث يكون في متابعه بينهم، بصير هو يفصلها على حسب احتياج طفلك. افضل الاطعمه الغذائيه، على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لاضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه، ولكن اتباع نظام غذائي متوازن من الممكن أن يؤثر على تخفيف ممكن يؤثر على تخفيف حدة الأعراض. بشكل عام، كل ما كان نظام غذائي أو كل ما كان نظام طفلك غذائي نظام طفلك الغذائي صحي ومتوازن، من الممكن أن نشوف أو أنه يؤثر على تخفيف وحدة الأعراض لطفلك. أوكي؟ أفضل الأطعمة. طيب، نبدأ بوش الأفضل أطعمة الغذائية. أنا قسمتها يمكن تقريبا 3 مجموعات رئيسية، وأعطيت أمثلة عليها بحيث كل أم تعرف وشو المجموعات اللي المفروض تركز عليها عشان تقدر تقدم غذاء صحي ومتوازن لطفلها. أول شيء، الأطعمة الغنية بالبروتين، هذه النقطة الأولى. تلعب الأغذية الغنية بالبروتين دورا مهم في إنتاج مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية. طيب، وش الأطعمة أو الأمثلة الغنية بالبروتين اللي ممكن تقدمينها لطفلك؟ منتجات اللحوم والدواجن، واحد، الأسماك والمحار، الفول والعدس، البيض والمكسرات. هذه كلها إذا قدمتيها لطفلك ممكن تساعد. هذه واحد. طيب، ثاني نقطة رئيسية اللي هي الكربوهيدرات المعقدة أو كومبلكس كربوهيدرات. أمثلة على الكومبلكس واللي هي أنا أفضلها الأمانة، الفواكه، الخضروات، خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة دائما تكون كاملة، والأرز البني. هذه كلها أمثلة على الكربوهيدرات المعقدة. طيب، النوع الثالث اللي دائما ينصح انه اهالي ذوي اضطراب فرط الحركه تشتت انتباه انهم يركزون عليه، الفيتامينات والمعادن.
طبعا دائما نقدر نعثر على هذه العناصر الغذائية في واحد في زي الحديد، دائما نلاقيه في مثلا في اللحم البقري، الكبد، الفاصوليا والتوفو. الزنك ممكن نلاقيه في اللحوم والمحار والفول والمكسرات. هذه من الفيتامينات والمعادن اللي نركز عليها لما نجي نكون أو نجي نعطي غذاء صحي متوازن لطفلنا. المغنيسيوم زي اللوز ممكن نلاقيه في السبانخ وفي الفول السوداني. فيتامين بي 6 اللي مثلا ممكن نلاقيه في البيض والسمك والفول السوداني والبطاطس بشكل عام. وفيتامين د زي الأسماك الدهنية بشكل عام، صفار البيض والأطعمة المدعمة. دائما لما نروح نشوف في السوبر ماركت نلاقي على أغطية بعض المنتجات إنه هذا المنتج والله مدعم بفيتامين د، فهذه من الأفضل من الأطعمة اللي نفضل أن يعطونها، أن يتم إعطائها لطفل فرط الحركة وتشتت انتباهه. النقطة الرابعة أحماض الدهنية أوميجا 3. طبعا في بعض الدراسات تقول إنه كل ما تناول الطفل المزيد من الأوميجا 3 قد يساعد في تحسين الأعراض بشكل متواضع، أوكي، في تخفيف حدة الأعراض. طبعا تتضمن الأطعمة اللي فيها أوميجا 3 ممكن نلاقيها زي السلمون والتونة، ممكن عين الجمل اللي هو الجوز، ممكن كمان نلاقيها في بذور الشيا، ممكن كمان نلاقيها في بذور الكتان. هذه أتوقع 4 نقاط. نعم، كذا خلصنا 4 نقاط مهمة لأفضل أطعمة غذائية اللي ممكن نتبعها عشان يكون نظام غذائي صحي ومتوازن لطفلنا. نيجي النقطة أو المحور الثاني من جلستنا اليوم، الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها. طب وش هذه الأطعمة؟ طبعا أنا حددتها بأكثر من نقطة. طبعا يا إما نقلل منها، الحد منها المقصود إنه نقلل منها أو نتجنبها بشكل على طول بدون تقليل. أول وحدة الأطعمة العالية بالسكريات، بينما تشير في بعض الدراسات إنه في وجود صلة، أوكي، بين الاستهلاك العالي للسكر مع ارتفاع معدل تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو نقص الانتباه. طيب، في أبحاث تقول إنه في صلة، وفي أبحاث أخرى موثوقة كمان تقول إنه لا يوجد أي صلة. فهنا لاحظوا اختلف العلماء، إيش نسوي؟ فبالتالي حتى لو الابتعاد عن السكر بشكل عام، يعني لو أبعدت طفلك عن السكر بشكل عام أو السكريات أو الأشياء المدعمة بالسكر، ما أو ما خفت أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، أنت راح تفيدينه من جانب ثاني، إنه ممكن يعتبر أول شيء خيار صحي، بالإضافة إنه ممكن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري، السمنة وتسوس الأسنان بشكل عام. النقطة الأولى الأطعمة العالية بالسكريات، هذه اللي ممكن نتجنبها. طيب، النقطة الثانية الإضافات الصناعية أو الفود أديتيفز والمنكهات اللي هي المنكهات أو المحسنات اللون. طبعا يمكن لبعض أطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو نقص الانتباه الاستفادة من الابتعاد عن الإضافات أو الإضافات الصناعية من وجباتهم الغذائية. كيف احنا وين نلاقي هذه الفود اديتيفز؟ ممكن نلاقيها في المنتجات المعبأة والمعالجة على ألوان صناعية ونكهات مواد محافظة، اللي دائما يحطوا لها ألوان اللي هم تحسن ألوان الأكل أو منكهات، مثل حبوب الإفطار. جميع حبوب الأطفال أفطار ممكن تلاقونه خصوصا اللي تكون فيها ألوان فيحطوا لها لون ومنكه. هذه واحدة، فيفضل أن نبتعد عنها، ما تعتبر خيار غذائي جيد لأطفال فرط الحركة. النقطة الثانية الحلويات بشكل عام. النقطة الثالثة اللي ممكن نلاقي فيها بعض المنكهات أو الألوان الصناعية، البسكوت. آخر شيء المشروبات الغازية. المشروبات الغازية يحتوي بالإضافة على السكر وكمان منكهات. فهذه من الأطعمة اللي يفضل أن نتجنبها. طيب، كيف أقلل من تعرض أسرتي للإضافات أو الفود أديتيفز أو الإضافات الغذائية؟ كيف أقلل إنهم ما يأكلون أشياء معالجة كثيرة؟ النقطة الأولى يكون عن طريق شراء المنتجات الغذائية
الطازجة يكون دائما لما أجي أنا كشخص عندي طفل من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه، أحاول أركز لما أروح أتسوق، أركز على المنتجات اللي تكون دائما طازجة زي الفواكه والخضروات، أو في حال ما قدرت أو ما حصلتها ممكن ألجأ للمجمدة. المجمدة دائما أفضل، ثاني أفضل خيار بعد الأشياء الطازجة مثل الخضار، إذا ما لقيتها أنا ممكن أتجه للمجمدة. هذه واحد. النقطة الثانية، قلل التقليل من تناول اللحوم المصنعة أو تجنبها. إيش هي اللحوم المصنعة؟ زي النقانق، زي التركيز، المرسديلا، هذه كلها لحوم مصنعة تعتبر. فنحاول على قد ما أقدر لما أنا أتوجه إلى مركز تسوق يصير في بالي إنه هذه الأشياء أحاول على قد ما أقدر أقللها أو ما أو أحد من شرائها أو ما تكون في لستة التسوق حقتي. طيب نيجي لآخر جزء واللي هي أمثلة عملية. وش قصدي بأمثلة عملية؟ زي ما أنتم شايفين هذا اسمه Cookbook for Busy Minds، كتاب يعلمك بالضبط استراتيجية الميل بلانينج أو ميل prepping، كيف تعدين وجبة غذائية صحية. طبعا هو طلع من منصة من منظمة تشات أو من منصة تشات، نشروه على الإنترنت متاح لكل أي أحد، يمكن بس عيبه الوحيد إنه باللغة الإنجليزي. هذا هو. طيب زي ما أنتم شايفين هذا هو. الحلو فيه اللي يعجبني إنه يسهل على كل أم فقرة إنه أنا إيش أوكل طفلي بالضبط، أنا إيش أعطيه، فكرة إنه أنا طفلي ياكل كويس ولا لا. زي ما أنتم شايفين يعطيكم أفكار للفطور، هذه واحد يعطيكم للفطور، بيقول لك كيف simple high protein breakfast idea، إيش ممكن بشكل عام يقول لك إن البروتين خصوصا لوجبة الفطور شيء جيد للأطفال خصوصا اللي مصابين باضطراب فرط الحركة. فكيف لما أنت يعطيكي أفكار كيف تدمجين الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة الإفطار، هذه واحد. زي ما تلاحظين breakfast shake اللي هو الشيكس السموذي اللي نشربها، ممكن حتى البانكيكس. الحلو كمان فيه إنه زي ما أنتم شايفين يقدموا بطريقة شهية للأطفال، ممكن هذا اللي فلو كان طفلك من الأشخاص البكي أو اللي ما يأكل إلا شيء محدد ولازم يكون شكله كذا، فمرة حلو يعطينا أفكار مرة رائعة. وبالإضافة إنه طالع خصيصاً لأطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بس هذا مو معناته إنه مع أطفال ثانيين، يعني ممكن إذا طلعتي على هذا الكتاب يصير النظام الغذائي لكل العائلة، لأنه لو تذكرين أنا قلت النظام الغذائي أي طفل فرط حركة المفروض يتبع نظام غذائي صحي ومتوازن، مو بس هو بجميع الأطفال إحنا نقول لهم كذا. طيب baked avocado and eggs، كروسرول، سكرامبلز، هذه كلها أفكار. والحلو كمان لو ملاحظين هنا لو أنتم عائلات كبيرة يعطيكم أفكار لمثلا السيرفينج سايز، يقول لك إنه والله السيرفينج اللي هو راح يكفي من 6 لـ 8 أشخاص، هذه البريكفاست سكرامبلر. أوكي، فبالنسبة لي أحس إنه شامل ويعطي أفكار ثانية. كمان ممكن يعطيكي أفكار لوجبات خفيفة صحية، كيف إنك تقللين في سالفة إنه والله طفلي لما يشتهي وجبة خفيفة يجلس ياكل الشيبس أو الأشياء اللي يكون فيها ألوان صناعية ومنكهات صناعية كثيرة زي اللي ذكرنا أول المفروض إحنا نتجنبها. فهذا الكتاب يعطيكي أفكار على سناكس ممكن أنت كأم أو أي أحد يهتم في الطفل يسويها. كيوكمبر سالادز، حتى بامكن باي، أوت ميل سموذي، أشياء جميلة، بينت باتر، تشيري شوكليت. ممكن حتى آخر شيء يعطونا أفكار للدينرز، كيف أنا أسوي أفكار لعشاء بسيط لأطفالي بشكل عام، وخصيصاً أطفال فرط الحركة وتشتت انتباه. مرة حلو إنه حتى يعطيكم البريب تيبس، كريت سكجول، أورجنايز يور كيتشن، يعطيكي بالضبط أشياء detailed، ingredients، directions. I love it. حتى بيتزا
بيتزا كالوفراور كراست. الكالوفراور كراست اللي هو، لأنه دائما معروف الأطفال يحبون بيتزا، فكيف أنا أحاول أخلي طفلي ياكل بيتزا صحية عن طريق إنه يخلون الكراست أو إيش يسمونه، العجينة تكون بدل ما تكون خبز، أو مو خبز، بدل ما تكون اللهم صل محمد دقيق أبيض، ممكن تخلونها من فتات الزهرة إذا تعرفونها، اللي هي تشبه البروكلي بس it's like the same بس كبيرة، فهذه يكون البيست حقها، يسمونها cauliflower crust. The serving size it's 6. Salmon burger last but not least a dessert which is my favorite. دائما إذا إحنا نبغى نلجأ ل الحلويات، أو مثلا طفل طبيعي يحتاج إنه أو يكون craving for something sweet، فيصير والله أنا أبغى أحاول أبعده عنه، عن السكريات اللي زي ما قلنا أول، إنه من الأشياء المفروض نبعد عنها سكريات، فكيف أنا أبعده؟ عن طريق إنه أنا عندي section خاص للحلويات، كيف والله أسوي الديزرت بشكل عام، وكيف يكون substitute for يكون substitute لل processed candies. زي عندك بنانا آيس كريم، في بنانا آيس كريم اللي هو آيس كريم الموز، في حتى بوبسيكلز اللي هو الايس كريم اللي دائما ايس كريم مثلجات، اوكي، بينات باتر، ترافل كوكيز، اول وات يو نيد. بالنسبه لي هذه من يعني من افضل الاشياء اللي اصدرتها الانترنت بشكل عام، اللي هو كوك بوك، وكمان يختصر كثير على الامهات. في دائما لما نجي احنا نثقف الامهات نقول لهم في البدايه الاطعمه المفضله والاطعمه المفروض تبتعدين عنها، وهذه حسها كلها نظريات، كلها اشياء. طيب اوكي، بعدين ايش اسوي في المكرونه؟ ايش اسوي؟ ايش اضيف معها؟ فالكوك بوك ببساطه يختصر لك كل اللي يعني الافكار اللي انا اعطيتكم اياها في البدايه، ياخذها ومستغلها في افكار عملية تطبقينها طبخة بالضبط، ويعطيك servings in detail. فهذا هو which is what I love about them، وهي واحدة من الأشياء اللي قاعدين يتجهون، مو بس للأطفال، حتى الكبار اللي مصابين بADHD ممكن كمان يتجهون له، بدل ما يروح للمطاعم أو يتجه إلى أكل غير صحي، يصير يقدر يسوي أكله بنفسه ويشوف إيش الأشياء اللي أصلا حاطها فيها. طيب أنا كده خلصت، نبدأ نشوف الأسئلة. Okay. إلى الآن ما في سؤال، أتمنى أن أجبت على كل أسئلتكم، بس مو قادر أشوف ولا سؤال. So I hope broadcasting. وبس طيب، في سؤال جاء من أستاذة جهينة، هل حمية الكارنيفو أو الكيتو تحسن من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ أنا ما أحب، أو خلينا نقول اليوم حاولت على قد ما أقدر أبتعد عن الدايت أو نظام غذائي محدد للطفل. إحنا بشكل عام نقول الأغذية البروتينية أو المليئة بالبروتين ممكن تحسن من أعراض حدة، من أعراض أو هي حدة أعراض
فرط الحركة تشتت الانتباه. ولكن إذا حابة تتبعين غذاء نمط أو نمط غذاء محدد لطفلك، أنا أفضل إنك تراجعين أخصائي التغذية. زملائنا في تخصص التغذية ممكن يفيدونك بهذا الشيء، إذا خصوصا زي نظام كيتو، إنك تبعدينه عن الكاربس، وهي من الأشياء اللي إحنا قاعدين نقول من البداية، قاعد أقول لك إنه لا، المفروض إنه ياكلها، خصوصا كومبلكس كاربس. أشياء ثانية إذا فأنت لما تحاولين تتبعين زي الكيتو، أنا أفضل إنك تسألين أشخاص، مو أشخاص، أخصائيين تغذية. طيب، كان ممكن يعطونها تايلورد، يعني مفصلة على حالة طفلك. متى ممكن تنتهي فرط حركة تشتت انتباه عند الطفل؟ هذا السؤال عند الله علمه، يمكن ما تنتهي، يمكن تستمر معاه. طبعا هذا السؤال ممكن تسألينه الطبيب المختص لطفلك. متى بالضبط تنتهي؟ هذا سؤال I don't know. اللي أخذت الأدوية التي يأخذها طفلي تزن، ما أقدر أفتي في الأدوية. أوكي، كل أشياء عن الأدوية. تسد الشهية، كيف تفتح الشهية؟ كيف تفتح؟ أنا من الأشياء اللي لو تقولين أنا كشخص كيف تفتح الشهية، غالبا تكون في يكون برزنتيشن، كيف أفتح شهية طفلي لما أقدم له غذاء هو مشتهي ياكله، مو الأغذية اللي كيف أنا أجمع إنه يكون صحي وفي نفس الوقت يفتح شهية الطفل. فأنا أول شيء أبدأ فيه البرزنتيشن. طيب، إذا كان من الأعراض المصاحبة للدواء إنه تنسد شهيته، هنا ممكن ترجعين للطبيب نفسه. أبني ما اللي تقول ولدي عنده طيف فرط حركة شد انتباه، بس ما قدرت أحرم من الشيبسات والحلويات، تعبت مرة. الكتاب هذا راح يساعدك كثير، هذا الكتاب راح ينقذك بشكل جميل. ببساطة مقسم لك الكتاب، ما أدري إذا حضرتي معي في البداية أو لا، مقسم لك إلى إيش وجبات الفطور، معطيك اختيارات بالإنجريدينز، يعني مفصل لك، يقول لك بالبداية تحطين 6 ملاعق من الحليب، 6 ملاعق من الزبادي. فما يحتاج تفكرين كثير لما تجين لما مثلا تقولين ابغى احرم طفلي، ما راح يكون احرام، ما راح تحرمينه بصح، لانك انت اوريدي راح تعطينه اشياء ثانيه افضل. اوكي، فهذا ممكن يساعدك كثير. لا احرمه بالبيت، ياكل برا. كيف أعوض نقص الحديد والمغنيسيوم؟ زي ما قلنا، عن طريق أن أعطيه الأكل اللي يكون مدعم فيه، اللي هو هذا، هو اللي هو هي قالت إيش، المغنيسيوم something، الحديد. الحديد زي اللحم البقري، خصوصا إذا كان بقري، الكبد بشكل عام، الفاصوليا والتوفو. عندك المغنيسيوم زي اللوز، متواجد في اللوز والسبانخ والفول السوداني. فإذا أنت عارفة أن طفلك عنده نقص في هذه الأشياء، ممكن تبدين تعطيه من هذا الأكل أو الأطعمة. حلو، في سؤال حلو، وين أقدر آخذ هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ما تاخذينه، هذا متوجه، ممكن أعطي جمعية إشراف كيف الرابط للكتاب، ولكن ببساطة ممكن تكتبون بالإنجليش، إذا إنجليزيتكم كويسة، Cookbook for Busy Minds عنوانه، وعلى طول لما تفتحونه على جوجل راح يطلع لك اول رابط، تضغطينه يطلع لك موجود عندك من اول الخيارات. في حال ممكن كمان اعطي الجمعية اشراف، وصرون كمان تحطونه لكم. اتوقع خلص كل الاسئله، أتمنى جد أنه أفدتكم ولو بشيء بسيط. والفائدة العظيمة اللي أنا من جد أبغاكم تطلعون منها، أنكم تعرفون أنه في كتاب مخصص لحقين اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مو بس يعني مو بس لأطفال فقط، ممكن هذا الكتاب تاخذينه وتعممينه على العائلة كلها. مو معناته أنا عندي طفل فرط حركة أخلي له وجبة غذائية أو طعام لوحده مخصص، لا، ممكن كل العائلة تتشارك، لأنه في نفس الوقت البرزنتيشن حقه جود وطعمه لذيذ.
أتوقع إنه خلاص خلصت الأسئلة. هل في مشروبات تقلل من النشاط عنده؟ زي ما وضحت في البداية، في النظام الغذائي لطفل أفتن المفروض يكون متوازن وصحي، وكمان ما نستغني عن الأدوية الموصوفة له والخطة العلاجية من قبل أخصائيين السلوك. هذه النقطتين مهمة. النظام الغذائي ممكن يكون مساعد في تخفيف حدة الأعراض، لازم تفهمون هذه النقطة، إنه أنا لما أتبع نظام غذائي مو معناته إنه طفلي خلاص راح تروح الأعراض، لا، أنا ممكن بس أخفف من حدتها، أوكي؟ لأنه النظام الغذائي أو الدايتري أبروتش بشكل عام يكون عامل مساعد للأدوية الموصوفة وللخطة العلاجية من قبل أخصائي السلوكيات، أوكي؟ فهو عامل مساعد. طيب، فجواباً على سؤالك، هل في مشروب معين يقلل؟ لا، بس أنا أقول لك من البداية إنه في أشياء زي مثلاً اللهم صل محمد، انه المفروض تكون النظام الغذائي غني بالبروتين، هذا واحد. يكون نظام فيه اوميجا 3، ايش كمان ممكن يكون النظام الغذائي، خلينا نرجع لها. غني بالبروتين، يكون فيه كومبلكس كاربوهيدرات. كاربوهيدرات معقدة زي ايش؟ زي عندك الفاكهة والخضروات بشكل عام. طيب، في زي عندك خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة، في زي الأرز البني، الفيتامينات والمعادن، وكيف ممكن أنا إذا كان طفلي عنده نقص في فيتامينات أو معادن محددة كيف أعوضها، بالإضافة للأوميجا 3. بس هل في مشروب معين؟ ما أتوقع. اسم الكتاب، ابشري، اسم الكتاب هذا هو Cookbook for Busy Mind، ما أدري إذا هو محبكم ولا لا، Cookbook for Busy Mind، أو تشاد أورجنايزيشن، منظمة تشاد هي اللي طلعته. For children and adults. For children and adults with attention defect hyperactive disorder. إن شاء الله. إن شاء الله. هل في علاج نهائي للتشتت؟ إن شاء الله. لنأمل. One day. بس إذا قصدك إنه بتختفي الأعراض. Oh. I think I still have it. في أدوية موصوفة تساعد، في أدوية موصوفة تساعد على التخفيف من حدة الأعراض بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي واتباع خطة علاجية تعديل السلوك. إن شاء الله نقول. طيب، أتوقع خلصت جميع الأسئلة المتعلقة بالتثقيف الغذائي. واللي الجاي أنا اليوم أتكلم عنه. صحيح صحيح، يكون عندك طفل فلط حركة وتشتت انتباه متعب للغاية، ولكن بإذن الله لما أنت هنقول تتعودين وتكونين مراقبة، في حركة حلوة دايما ينصحونها إنه تكونون، في حركة حلوة إنه كأم أو كشخص يهتم بطفل فرط حركة وتشتت انتباه، تصيرون تركزون على أم تلاحظين لما تعطين طفلك شيء هل والله يزيد سوءا بالأعراض أو مثلا تخف حدة الأعراض عنه. فبالتالي طبعا فيه دايت، أنا ما ودي أدخل في الدايت لأنه إذا تبغين تتبعين دايت أنا أفضل إنك تستشيرون أخصائيين تغذية، يصيرون هم يتبعون معاكم، هم أكثر علم وأكثر حكمة مني. فعشان كذا أنا أفضل إذا تبغون اللهم صل محمد نظام غذائي محدد أو معين،
ممكن تتجهون لهم. إيش أفضل شيء يأكله المراهق في طول رمضان؟ المراهقين يعتبرون من أو من WHO يعتبرون أطفال، فبالتالي نفس اللي قلته من البداية إنه في أشياء المفروض نتجنبها، وفي أشياء المفروض إنه تكون في النظام الغذائي لأي طفل. الحين تطلع بوريكم إياها. أفضل فطور إنه يكون أطعمته أو الفطور غني بالبروتين. طيب وش الأشياء الغنية بالبروتين؟ اللحوم والدواجن، أسماك والعدس، بيض ومكسرات. الكربوهيدرات المعقدة من الأشياء اللي كمان أو من الأطعمة اللي تفيد أطفال فرط الحركة في الانتباه، الخضروات والفواكه خصوصا إذا كانت فريش، خبز الحبوب الكاملة وخبز أحماض الدهنية زي الأوميجا 3 والفيتامينات والمعادن. طيب إذا تبغين شيء مفصل زي ما قلت لكم من البداية اللي هو الكوك بوك، اسمه كوك بوك فور بيزي مايند، معطيكي وصفات لوجبات الفطور والعشاء والتحلية والسناك بحيث انك انت تختارين وتطبخينها على طول. بس الأسئلة، شكرا جميعا انكم استمعتوا، شكرا على الأسئلة الجميلة. اتمنى جد اني افدتكم ولو بشيء بسيط. اوكي اتوقع خلصنا الجلسة كده اليوم.